السلام عليكم، يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم وصلتني طلبية من السنارات وبعض الأدوات للكروشيه، أعطيكم إياها. هذه عبارة عن 50 قطعة من ميداليات. طبعا انا استخدمتها عشان الامغرومي، يعني انا استخدمها كثير للدمى الامغرومي زي هذه. هذا النوع اصغر سنارات مرت علي بحياتي، يعني ما كنت اعرف ان هي اصغر من الواحد. بهذه المجموعه راح اوريكم المقاسات. طبعا انا انصدمت، خلني اوريكم اياها لحظات. شوفوا معي المقاس، في أصغر من الواحد وأكبر من الواحد بشوي، يعني بشرطة برقم. طبعا أنا انصدمت لأني كنت طالبتها أساس أبغى رقم 2 من السنار من المجموعة، فوصلتني أصغر من 2، يعني كل هذه السنارات أصغر من 2. أنا عادة استخدم 2 عشان الدمى الصغيرة، أنا بحب كثير الدمى الصغيرة، فأحتاج سنارة رقم 2 بكثرة. طبعاً أوريكم الأرقام، شوفوا لو تلاحظون معاي أقل من الواحد، في 1 و10، طبعاً أنا صدمت، لكن أوكي راح أجربها هذه السنارات وأعطيكم رأيي بالاستخدامات. بشوف شو الخيوط اللي تنفع عليها، وان شاء الله راح يكون لها فيديو خاص استخدامات هذه السنارات الصغيرة مرة. انا جبت نوع اخر من الحمد لله اني جبت هذا النوع. في مع هذا النوع ابرة وابر عشان الاميغرومي. فمبدئيا الكواليتي حق السنارة كويس، بس خلينا نشيك على الأرقام لتكون صغيرة برضه. لحظات، أوكي هنا مقاس 7، هنا مقاس 5، هنا مقاس 2. أوكي هذا الأساس الطلبية عشان مقاس رقم 2. على اللمس والكواليتي حقته مرة ممتازة، يعني أنصح فيها. هذا الماتيريال مريحة لليدين، يجي معه هذه الأشياء، أنا ما أدري إيش يسمونها، اكتبوا لي بالكومنتات إيش يسمونها أنتم. هذه معها إبرتين. طبعا بالنسبة لأسعار السنارات طبعا رخيصة مرة، يعني ما جبت شيء غالي أنا، يعني رخيصة مرة. وأشوفكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة، في أمان الله. شكرا على المتابعة.